في صباح يوم من أوائل يونيو سنة 2011 في مدينة كازان الروسية، امرأة روسية عندها 49 سنة اسمها فاجيليو موكا ميتزانوف صحيت في اليوم ده وهي حاسة بالغثيان. فاجيليو كان عندها حبة مشاكل صحية، والدكاترة نصحوها انها ما تبذلش اي مجهود او تعرض نفسها للزعل او الغضب الشديد، وتحاول على قد ما تقدر تكون مسترخية، وهو ده اللي عملته فعلا فاجيليو في اليوم ده. قررت انها تستقيل من عملها وتقعد في البيت تشرب الشاي، تقرا الجرايد، تتفرج على التلفزيون كانها طلعت بدري على المعاش. لكن بعد فتره صغيره لما فاجيليو كانت في المطبخ بتعمل الشاي، دخل عليها زوجها اللي اسمه فاجيلي المطبخ وسالها انت عامله ايه؟ فقالت له انها حاسه بالغثيان وصدرها واجعها وعماله تعرق كتير، وقالت له هدخل اريح في اوضه النوم. ويا دوبك هي لسه طالعه من المطبخ ورايحه اوضه النوم، فجاه صدرها شد عليها جامد وقعت على الارض واغمى عليه. زوجها حاول يفوقها لكن معرفش، فجري على التليفون واتصل ب 112 اللي هو رقم الطوارئ في روسيا وطلب لها الاسعاف. لما وصلت سياره الاسعاف كانت فاجيليو ما بتتنفسش، ولما نقلوها المستشفى اعلنوا عن وفاتها بالازمه القلبيه. زوجها كان مصدوم جدا ومنهار في الحزن، 30 سنه زواج عشره عمر مش وقت قليل، وهو كان بيحبها جدا. لكن على الرغم من حاله الحزن الشديد اللي هو كان فيها، على طول اتصل بالاهل والقرايب والاصدقاء وكل اللي يعرفهم علشان يحضروا الجنازه في اليوم اللي بعده. وفي صباح اليوم اللي بعده الزوج لبس بدله شيك وانضم لعيلته وعيله زوجته واصدقائه لحضور الجنازه. لما دخل الكنيسه كان في الصفوف الكتير دي من الدكك الخشب المتوجهه لمقدمه القاعه، وفي مقدمه القاعه كان في النعش اللي فيه جثمان زوجته، وكان النعش مفتوح، وحوالين النعش كان في كميه من الورود اللي يا دوبك قدر يشتريهم بالفلوس القليله اللي فضلت معاه. اول ما دخل القاعه فضل ماشي في نص الطريق وسط الدكك، وكل الحضور كانوا بيبكوا ومتاثرين في اللحظه دي. فضل ماشي كده لوحده لحد ما وصل للنعش المفتوح اللي فيه زوجته. اول ما شاف وشها جوه النعش ما كانش مصدق انها ميته من شده الصدمة. فاجيلي ما كانش معاه المال الكافي انه يحنط زوجته. في ناس فعلا كده في الدول الاجنبيه بيحنطوا امواتهم ويحطوهم في صناديق زجاج علشان يشوفوهم دايما قصاد عينيهم كانهم عايشين، لكن زوج الست دي ما كانش عنده القدره الماليه انه يحنط، فكل اللي كان يقدر يعمله انه طلب من الحانوتي انه يحط لها مكياج كتير على وشها، يحط لها روج احمر كتير وبودره كتير على وشها وكحل ومسكره على عينيها وصبغه للحواجب، بحيث ان المكياج الكتير او التقيل ده يداري علامات الموت على وشها. لكن يظهر ان الجماعه توصوا قوي بموضوع المكياج ده زياده عن اللازم، وزوجته في الحقيقه ما كانتش بتحط اي مكياج، كانت سايبه وشها على طبيعته. فلما شافها في النعش بالمكياج التقيل ده اتصدم من شكلها، كانت عامله زي البلياتشو. عائله الزوج والزوجه الميته كانوا قاعدين في الصفوف الاماميه. فاجيلي فضل واقف في مكانه شويه يبص على زوجته النظرات الاخيره، وبعد كده رجع وقعد وسط بقيه العيله في الصف الامامي، وكان ماسك في ايد امه واخوه ومغمض عينيه علشان يركز في كلمات الصلاه بدل ما يركز على الحزن اللي حاسس بيه ناحيه زوجته. في اللحظه دي امه فضلت تبكي جامد، وبعد كده البكاء بتاعها بقى صوته غريب جدا، لكن لما سمع والدته صوتها اتغير خاف لا يغمى عليها من شده البكاء وطوع على الارض، ففتح عينيه علشان يشوفها، فلقاها عماله تترعش وبصه لقدامه ومبرقه عينيها على الاخر. فبص هو في اتجاه ما كانت هي بتبص، وشاف قصاده الصدمة التانية اللي حصلت بعد صدمة وفاة زوجته. شاف زوجته الميتة وهي قاعدة في النعش بشكل مستقيم، وما كانتش بتنطق ولا بتطلع اي صوت، وعمالة تبص وهي مبرقة لكل الحضور في الجنازة بالمكياج الغريب اللي على وشها. الناس في القاعة من صدمتهم اتخرصوا، محدش منهم طلع صوت، وفاتحين بقهم ومبرقين عينيهم وكل شوية يبصوا لبعض. في اللحظة دي الست اللي قامت في النعش ابتدت تصرخ، بس الصريخ بتاعها كان خشن ومكتوم، كأنها مثلا عايزة تصرخ جامد بس في حد بيخنقها من زورها. فضلت تحاول تضغط على نفسها في الصريخ لحد ما صوتها بقى شبه او قريب جدا من زئير الاسد. فتخيل لو انت من الحضور في الجنازة دي وشفت واحدة ميتة قامت من النعش بتاعها بالخمسة كيلو مكياج اللي على وشها وبتطلع في الصوت المرعب ده. الناس اللي كانوا في القاعة ساكتين من شدة الصدمة كلهم ابتدوا يصرخوا والدنيا اتقلبت فوضى. عمال الجنازة في اللحظة دي اتصلوا بالطوارئ. هنا الزوج فاق من الصدمة اللي كان فيها وأمن مكانه وجري على زوجته وحضنها. الزوجة اللي صحت من الموت وكانت عمالة تصرخ سكتت عن الصريخ وبصت لزوجها بعيون واسعة وخايفة وهي في حضنه وانهارت في البكاء وبعد كده أغمى عليها. بعد ما أفراد العيلتين عيلة الزوج وعيلة الزوجة فاقوا من الصدمة بتاعتهم، ساعدوا الزوج علشان يطلع زوجته من النعش وخرجوها من النعش وحطوها على الأرض. رغم إنها ما كانتش بتتحرك لكن عينيها كانت مفتوحة على الآخر وكانت عمالة تبص للناس وهي مرعوبة مع المكياج اللي سايح على وشها من دموعها. وبعد حوالي 10 دقايق من نقلها للمستشفى
تم اعلان وفاتها للمرة التانية، ودي كانت الصدمة التالتة لزوجها. اتضح ان الست دي لما اغمى عليها في المطبخ اول مرة واكدوا اصابتها بالازمة القلبية، الازمة القلبية اللي جات لها ما موتتهاش، كان مجرد بس فقدان للوعي، وتنفسها كان ضعيف جدا وما كانتش بتتحرك، ومحدش من الدكاترة لاحظ كده. فلما فاقت من الغيبوبة فاقت وهي جوه النعش بتاعها، وهي لسه بتقوم من رقدتها علشان تشم نفسها، شافت نفسها قاعدة في النعش وبصت في القاعة وشافت الناس كلها بتبكي عليها بما فيهم زوجها. اكيد في اللحظة دي هي افتكرت نفسها فعلا ميتة، فمن الضغط الشديد بتاع الصدمة جات لها المرة دي ازمة قلبية اشد من الاولانية، وماتت الموتة الابدية.